مطنوخ شيك يا عيال شيك تكفي عن النقاط بس بشرط يا عيال وش انا ما اعطيكم شروط بس بس انا ابيكم تمسكونها حاضر بس نبي نشعل البث نبي حبيبي سلام الله طيب نسحب من السؤال في عدوك يا الامير الكنز المفقود ما نبيه وين السؤال 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 ايوه لا الله هذا والله والله انا استعجلت ولا طيب شباب صوت ممكن دقيقه اكبر دوله زراعيه في العالم امريكا ايطاليا الهند ناخذ نتائج طبعا وين الكاميرا خلاص ما يحتاج كاميرا طيب بسم الله 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 نقول وقف زايد بن ناجا شو مساعدك يلا تستاهل 200 نقطة يعني اني انت كذاب داري انها بتجيك ابشر بسعدك يا رجال بطلوك يلا نسحب ليش تقبضني خلاص نسحب من التاج امان اسحب مرة ثانية يا ولد اي 200 نقطة سوي مثله ومنزل بحسابك الشخصي والله جد لا دقيقة بنسحب مرة ثانية من التاج رجع تحت اصبر يا رب ريا حق جوال عادي طوم عبار انا محتاج نقاط يا شباب المفروض تنازلون عندي والله بزاد ما تبغزين تخليه لا لا ما بيها يا عيال مرتين اسحب يطلع اسمي مع احترامي الشديد طيب. لك يا عبد العزيز المفروض انك فوزتنا حنا انت عارف ان علي 6000 يا ودي حطوا اسمي انا مقدم طيب غياب لوي في ذمتي اي والله الله يحبني طيب خلاص سحبنا من التاج اثنين نسحب من كم كم طيب التاج 200 ولا هذا التاج 200 بعد التاج معلق كم نقطة خذينا؟ 2050 التاج معلق خذينا اخذت انا 150 وانت 150 هذه من الاتصالات سبحان الله عوض خصمه مسلم من الاتصالات جاني 2050 وجاك طيب نبحث ابي اول اسم يطلع لي 200 اول اسم يطلع لي طبعا ريان خذا فعيفان عيفان 9 ثواني لبون الله كبد عيفان يستاهل هو منظور دقيقة ما يقصر ابو حمود ما اعطاه معلش يعني انا الحين ماخذ من المطبخ 1500 الهند اللي هو في منصور حق الله العين 1500 اخذت من المطبخ لا لا 1500 اكثر 1300 ليه 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 لا لا 1500 صح 1500 انا دخولي 1000 وانا 2000 و150 1250 و200 1450 2450 هذه غلط صار حبيبي يا كاميرا معي 2450 اليوم 2450 سجلوها عندكم اعداد شباب بختم دقيقه بختم دقيقه بجي عندكم انا زربيز بس اول شيء الله يعطيكم العافيه على حسن المتابعه وانبدر مني خطا فهو تقصير مني انا وانتم خير من يد محزله اتمنى انك كنت خفيف دم عليكم وونستكم بالفقره هذه كان معكم عبد العزيز الاسلمي ويا بعد حيه وجيه ومع السلامه يا الربع يا عيال اوسخ انسان يا عيال عيال صلوا على النبي بس صدق انت ما تقلب الحق حتى تقلب ري اسمع صلوا على النبي فيك فيك من صلى على النبي فيك من صلى على النبي هاي طبخه من عيفان وريا الصدق هاي طبخه من نواف وزايد انا وريا انا وريا يا عيال طبخه من هذا عيفان وزايد اه والله اللي فاز انه رايد الطبخ هذا اللي فاز وإذا ما أعطوه رائد الطبخة أنهم ما يعرفون شيء والله إذا هالنوع اللي ما يعرف اللي ما يعرف الطبخة ما يحتاج إحنا قاعدين